متى الساعة؟ يا ترى يوم القيامة قرب ولا بعد؟ يا ترى اليوم ولا بكرة؟ يوم القيامة بيصادف يوم الجمعة؟ سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يظن أن النبي سيجيبه بالزمان والمكان، إلا أن النبي أجابه بدقة شديدة فيها معنى عميق جدا. قال له: وماذا أعددت لها؟ فكان ذلك توجيها منه صلى الله عليه وسلم لنا بأن الاهتمام بمعرفة موعدها ليس هو المهم، لكن ما هو المهم؟ المهم أن نهتم وننشغل بالإعداد لها، فنعبد الله تعالى ونتقرب إليه ولا نشرك به شيئا ولا نظلم أحدا، فهذا هو المهم. وأما ما هو معلوم عن يوم القيامة فهو علاماتها، ومنها خروج المهدي وفتنة الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج إلى أن تخرج الشمس من مغربها ويغلق باب التوبة بعد ذلك. نسأل الله السلامة والعافية.